إلى عين المريسة تحت عنوان إعادة الشرط لكل الناس. للمزيد تنضم إلينا من هناك الزميلة رنين إدريس. رنين، مساء الخير. إذا ماذا عن المسيرة؟ مساء الخير ديانا. يعني اللي بيميز هيدي المسيرة اليوم بقلب بيروت وتحديدا على الكورنيش البحري انه تقدمها فرقة دبكة وزفة، وهون في دلالة للموضوع وهي انه هيدي المساحة هي الوحيدة للمواطن اللبناني لتكون مساحة فرح وايضا مساحة تسلية، وبالتالي نرفض رفض قاطع التعدي على الاملاك البحرية وبالتالي استباحة املاك البحرية. المديرة التنفيذية في جمعية نحن اللي قاموا بهيدا النشاط واللي ايضا شارك ونديانا الصيادين في ميناءي برج حمود والجناح، اليوم رسالة صغيرة عن هذا النشاط لمين حابين توصلوه؟ نحن هون تنرفع الصوت كرمال يزيلوا التعديات عن وجهة بيروت البحرية وعن كل لبنان. هيدا الموضوع بعد محمول، التعديات عم بتزيد بعدها لليوم، بطلنا بالحرب بس بعدهم عم بزيدوا. بدنا قرار سياسي على بأعلى المستويات، مش بس البلدية والمحافظ ووزارة الداخلية، بهمنا الحكومة الجديدة تحط هيدا الموضوع ببينها الوزارة لحتى عن جد تكون عم تكافح الفساد. إذا ديانا، هذه الأجواء عقب هذه المسيرة عن يعني أو لرفض الاستملاك أو التعدي على الأملاك البحرية. رنين إدريس، شكرا لك.